مركز لأهم الأنباء من شوف تي في، أهلا بكم. تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش من اعتقال شخصين آخرين متورطين في سرقة أسلاك نحاسية تخص شركة الاتصالات. وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الشرطة القضائية وبعد أن قامت خلال الأسبوع الجاري بحجز كمية مهمة من الأسلاك النحاسية يصل وزنها إلى أكثر من طنين ونصف بمحل بسوق لبيع المتلاشيات بالحي الصناعي بالمدينة، وإيقاف 4 أشخاص لهم ارتباط بهذه العملية. وتمكنت الشرطة من تحديد هوية شخصين آخرين تبت ضلوعهما في هذا العمل الإجرامي الذي ألحق أضراراً كبيرة بشبكة الربط الكهربائي والاتصالات. في الخبر الحزبي، أكد محمد أوزين القيادي بحزب الحركة الشعبية أنه لا يوجد حالياً أي مقترح رسمي من طرف الحزب بخصوص إجراء تعديل حكومي، وذلك غدا تصاعد أصوات عدد من القياديين البارزين داخل حزب السنبلة بضرورة تعديل التشكيلة الحكومية. وأوضح أوزين في تصريحات لشوف تي في أنه لا يوجد أي موقف رسمي من حزب الحركة الشعبية بخصوص هذا الموضوع، رغم وجود أصوات داخل الحزب تطالب بإجراء تعديل حكومي، مشيرا إلى أن ذلك هي مطالب ديمقراطية ومشروعة من حق أي طرف المطالبة بإجراء تعديل حكومي. في الخبر الدولي، أعلن مصدر طبي فلسطيني مسؤول سقوط قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية من طائرات استطلاع استهدفت ليلة الأحد الاثنين قطاع غزة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أن فلسطينيين استشهد في غارة إسرائيلية لطائرة استطلاع إسرائيلية وجرح آخران شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي، حيث رفض المسؤول عن التواصل بنادي الرجاء البيضاوي محمد الناصري الإدلاء بأي تصريح لشوف تي في عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء صباح اليوم الاثنين ضد أمين الرباطي والقاضي بأدائه غرامة مالية قدرها 10,000 درهم لخزينة الدولة و150,000 درهم لفريق الرجاء البيضاوي مع إلزامه نشر اعتذار في الجرائد الوطنية. وبرر الناصري عدم إدلائه بأي تصريح كون قرار المحكمة جديد والمكتب المسير لم يجتمع بعد لإصدار بيان حول هذا الموضوع. لنستمع إلى السيد محمد الناصري. دابا كتطلب لي واحد الحاجة اللي ما عنديش أنا، حتى الرجاء ما عندهاش، لأنه الحكم أصدر اليوم رد بالفعل الغرار في الفقرة الأخيرة بأنه المكتب غادي يجتمع من بعد باش يدرس مخلفات ديال هذا الحكم ويتخذ ما يخولونه القانون. دونك اي تصريح خارج البنود ديال الحكم هو تصريح غير مسؤول، لانه انا كشخص يمكنليش نعقب ولا نقول شي حاجه والمكتب عاد غادي يجتمع في شان الموضوع. اما الحيثيات وهذا الشيء هذا وكيفاش تتخذ هذا الحكم راه كاين في السيت، ولكن ما يترتب على هادشي شنو هي الارتصامات ديال النادي وشنو هو هادي وشنو هادي ما غنقولهاش انا. بالخبر الرياضي نصل واياكم اعزائي المشاهدين الى نهايه هذا الموجز، اطيب المنى، الى اللقاء.